بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال ولحساب ذهب ربع النهائي استقبل مولودية الجزائر على أرضه نادي الرجاء الرياضي المغربي في لقاء تبع تفاصيله حمدي القردب. نتابع. وفي القمة العربية الكبيرة من ملعب مصطفى تشاكر ديربي مغاربي عربي بين عملاقين والمولدية يبحث عن ضمان أوفر حظوظ التأهل إلى نصف النهائي خاصة وأنه يتذكر جيدا ريمونتادا الرجاء على حساب الوداد في الدور السابق. المولدية ودع البطولة من ربع نهائي الموسم الماضي والحلم بلوغ دور الأربعة لأول مرة. هل يفعلها المولودية ويسجل هدف؟ هذه كرة من هناك في الجهة اليسرى عالية للأمام راسية جول جول 1-0. العميد يصل من جديد ويسجل هدف في المباراة الأول. الرجاء احتج على صحة الهدف ثم طالب بركلة جزاء لكن الحكم بمساعدة الفار يتقدم بقرارة ثابتة. في الشوط الأول افتقد الرجاء النجاعة الهجومية وفي بداية الثاني اصطدم بيقظة الدفاع الجزائري. كثيرون لم يقتنعوا بأهمية الفار لكن الفار بالمرصاد ليلفت نظر الحكم إلى ركلة جزاء للرجاء. بعدها بقليل الفار يتدخل من جديد ليكمل المولدية المباراة بعشرة لاعبين. أصحاب الأرض كانوا متقدمين فأضاعوا كل شيء في دقائق معدودة ومباريات الديربي تحتاج التركيز وعدم الوقوع في فخ الاستفزاز حتى لا تكون العواقب مدمرة. في مواجهة المرمى مالانجو هجوم المولدية لم يرمي المنديل فاجتهد ليستعيد التقدم لكن محسن متولي نجح في إحداث الفارق فبعد أن سجل هدف التعادل صنع هدف الفوز الثمين في وقت قاتل. كلمة السر للرجاء يظهر محسن متولي يسجل هدف متولي. مباريات الديربي تحسمها تفاصيل صغيرة ومباريات الكؤوس لا تحسم إلا بعد صافرة نهاية مباراة العودة. حمدي قردبو صدى الملاعب. أستاذ عبد العزيز يعني الرجاء كان واضح وصريح لا مجال للأخطاء خاصة أنه مولودية